السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص رعب حقيقية مجمعة. كل قصص السلسلة دي مستوحاة من أحداث حقيقية وناس حقيقيين نقلوا القصص المرعبة اللي عاشوها في حياتهم، مواقف مش هينسوها أبدا ومستحيل ينسوا الإحساس اللي ملأ قلبهم ساعتها لما الحاجات دي حصلت. ودايما افتكروا أن الأحداث دي غالبا بتحصل للي مش بيصدقوا في الماورائيات، فلو أنت قاعد في حالك وبدأت تحس بإحساس عدم راحة، صدق إحساسك. قبل ما ندخل في قصص النهاردة، ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير والكومنتات، اعملوا كل الحاجات دي، وما تنسوش برضو تدعوا لإخواتنا في فلسطين وتستمروا في المقاطعة عشان هي الحل الوحيد اللي في إيدينا. بعد ما تعملوا كل الحاجات دي، يلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا، السكن الجامعي. مكان غالبا كل اللي جواه مضطرين انهم يعيشوا فيه نظرا لبعد مكان اقامتهم الاصلي، او لسفر اهلهم في دول تانية واضطرارهم انهم يرجعوا بلدانهم للدراسة. المكان اللي لو طلع فيه جن او مجرمين، حياتنا بتبقى جحيم، وساعات بيكون صعب جدا ان احنا نتدارك حياتنا تاني، واللي نتيجتها في احسن الظروف لو عدينا من المواقف دي عايشين بتكون سايبة اثر وعلامة صعب ننساها تاني أبدا. القصة الأولى. اسمي نادر، والموقف المرعب ده حصل لي وأنا في سنة تالتة حقوق. كنت ساعتها عايش في السكن الجامعي لأني أساسا من الأقصر وجامعتي كانت في القاهرة. المهم، أنا وأصحابي كنا بنحب إننا نتجمع كل خميس في أوضة واحد مننا ونقضيها لعب كل أنواع ألعاب الورق اللي نعرفها لحد الصبح. منها بنسلي وقتنا، ومنها بنحكي عن كلياتنا والدكاترة الصعبة اللي فيها وكده، وطبعا الحوار ما بيخلاش من نظريات الرعب اللي كل واحد بيطلع بيها. فقرة بتيجي في كل قعدة عن الإحساس بالرعب والأماكن المسكونة. صاحبي فادي قال: عمركم سمعتوا يا جماعة عن قصة المبنى المهجور اللي قدام الجامعة؟ قلنا له: لا يا فادي، ما سمعناش عن حاجة كده. قال: بصوا بقى، أنا هحكي لكم عنها. بيقولك يا سيدي ان المكان ده اتحرق زمان، بس ما اتحرقش كده والسلام، لا لا لا، اتحرق وكان جواه واحد بس، راجل واحد. بعد ما المبنى اتفحم زمان، الشرطة اكتشفت ان كان في حد متفحم جواه، وبعد تدخل الطب الشرعي اكتشفوا انه كان هناك وقت الحريقة وكان بيحاول يهرب، بس كان مربوط في عمود هناك. ومن بعدها واي حد بيدخل المبنى ده وبيتمشى فيه لازم يحس بصخورة مفاجأة ويشوف نور في آخر الطرقة زي الحريقة كده. محدش جرب يروح له ويستكشف النور ده، وكل الناس بيرجعوا في كلامهم وبيجروا بره المبنى. تفتكروا القصة دي بجد؟ قلت له: أنا في كل الأحوال بكره القصص الرعب ومش بصدق أصلا بوجود أي حاجة من الكلام ده، أو ممكن تقولوا أنا مش بتوغل في الحوارات دي عشان مخوفش نفسي، لأني لو فتحت عقلي لأي قصة رعب وخفت من المجهول مش هعرف أعيش وحياتي هتبوظ، فبكبر دماغي. وأنا لسه بتكلم، زميلنا ربيع قطع كلامي وهو على وشه تعابير مخيفة من الرعب والقلق، وقال: طيب أما لو سمعت قصة رعب في المبنى ده هتقول إيه يا نادر؟ قصة مكان مسكون على بعد دور من وجودنا دلوقتي. قلت له: ربيع، ما أنا قلتلك مش بصدق أصلا. كمل بعدها وقال: طيب اسمعوا القصة دي، اسمعوا القصة دي واحكموا أنتوا بنفسكم. طبعا أنتوا عارفين أن الدور اللي فوقنا مقفول بحجة التحسينات اللي احنا شايفينها مكتوبة من ساعة ما دخلنا السكن، ولا في تحسينات ولا حاجة بتتغير في الدور، وعمرنا ما سمعنا صوت أعمال تجديد ولا حتى شكارة أسمنت واحدة شفناها طالعة للدور اللي فوقنا. أم التحسين إيه اللي مكتوبة على الورقة دي بالخط العريض؟ قلت له: أيوة، ده مش معناها إن في حاجة فوق يا ربيع، يمكن مفيش ميزانية لكن الموضوع في الخطة مش أكتر. قال: ده لو أنت ما تعرفش اللي أنا أعرفه. في يوم من الأيام قلت أسأل الأمن، واحد منهم بقاله أكتر من 10 سنين شغال في الجامعة، قال لي إن السكن ده زمان كان هو سكن الطالبات، وسكن الولاد كان في المبنيين الثالث والرابع اللي جنبهم مش في المبنى ده أصلا، وعملوا كده عشان الطالبات اللي كانوا ساكنين هنا شهدوا حاجة مرعبة جدا حصلت،
والمبنى ده اتقفل لحد ما كل الدفعات اتخرجت. صبروا 4 سنين المبنى فضل فاضي، ولما رجعوه خلوه سكن بنين وغيروا التقسيمة خالص. المهم السبب هو ان كان في مشرفة الطالبات ما كانوش بيحبوها من غير اي سبب مقنع. في يوم من الايام في 3 طالبات ساكنين في اوضة واحدة مع بعض، قرروا ان هم يمسكوها ويحبسوها في اوضتهم ويعذبوها. وفعلا مسكوا المشرفة وفضلوا ليلة كاملة يضربوها لحد ما ماتت في ايدهم. وبعد ما الجريمة دي عدى عليها 2 3 شهر مثلا، وعلى ما المجلس التأديبي خد قرار في موضوع البنات دي، لقوا 3 بنات ميتين في اوضهم بنفس الطريقة اللي عذبوا وقتلوا بيها المشرفة. ومن ساعتها وبيقولوا ان روح المشرفة ساكنة الدور ده وبتظهر من وقت للتاني تخوف الطلبة. بعد ما خلص كلامه كلنا كنا مصدومين من القصة المخفية عن الدور اللي فوقنا. فادي بيحب ينكشنا كلنا لقيناه بيقول: بقول لكم ايه، انا عندي فكرة لعبة حلوة، هي عايزة قلب جامد بس اكيد انتوا مش جبنة يعني. اسمعوا، احنا هنلعب الشايب، لعبة مملة وقديمة انا عارف، بس احنا هنخليها مشعللة بطريقة معينة. اللي هيطلع له الشايب ويخسر هيطلع فوق يقضي نص ساعة في الدور اللي فوقنا بكشاف موبايله، مفيش مشاكل، بس المهم انه يقعد نص ساعة في الدور اللي فوق ان شاء الله، حتى لو يفضل جنب السلم وما يتحركش. كلهم وافقوا على طول، وكان باقي دوري انا اقول هلعب ولا لا. وطبعا انا ما كانش ينفع ارفض اني العب، فادي رخم وهيفضل ماسكها لي السنة ونص الباقيين ليا في الجامعة. وافقت وانا متردد، المسألة ما كانتش مسألة خوف، لا انا زي ما قلت بحب ابعد نفسي عن اي قلق ممكن يسبب لي خوف من اساسه. لعبنا اللعبة فعلا، وربيع كان بيعرق وخايف وبيترعش بشكل غريب جدا، مش عارف ليه وافق طالما هو خايف. لو كان رفض كنت على الاقل سندته ورفضت انا كمان. وتطبيقا للقاعدة الشهيرة اللي بتقولك اللي يخاف من العفريت يطلع له، انا اللي خسرت والشايب فضل معايا لاخر الدور، كان لازم اطلع الدور اللي فوق. فادي ضحك بشر كده، قلت له ماشي يا عم هطلع عشان اثبت لك ان الحوار ده ولو حقيقة فهو قديم وزمانه انتهى. طلعت للدور اللي فوق وشغلت الفلاش من موبايلي، المكان كان ضلمة خالص عتمة ومفهوش اي صوت، الارض متربة من قلة التنظيف. فضلت واقف جنب السلم شوية متنور بالنور اللي جاي من الدور اللي تحت، وفجأة الفضول اشتغل جوايا لما عدوا أول 5 دقايق وما حسيتش بأي حاجة من اللي اتقال. فكرت ليه ما روحش ناحية الأوض وأشوف في أي أوضة لو في أثر لأوضة البنات التلاتة اللي شبح المشرفة قتلتهم. مش عارف ليه جت لي الفكرة الغبية دي. اتحركت بالراحة ناحية الأوض فعلا وبدأت أفتح أوضة أوضة. الساعة كانت 1 بالليل لحد ما وصلت الأوضة. من قبل ما افتحها وانا حاسس بشعور عدم الراحة متملكني، الباب الوحيد اللي لما فتحته كان بيزيق. خدت بصة جوه لقيت الحيطان زي ما تكون اغمق. قربت شوية من الحيطان اللي عند 3 سراير وكنت هصوت لما استوعبت ده مش دهان قديم، دي اثار دم. ايوه دي اثار دم ممسوح، اكيد لما حصل اللي حصل عاملات النظافة حاولت تمسح الدم من على الحيطان. خدت خطوة لورا وكنت هجري، بس وانا لسه بخرج من الأوضة سمعت بره في الطرقة صوت زي ما يكون صوت عياط، حد بيعيط بشحتفة بحرقة ووجع. دي المشرفة، ركبي حرفيا ما كانتش شايلاني ساعتها. قفلت الباب وما خرجتش وسندت على الباب وانا في الارض. فجأة بدأت احس باصوات خطوات رجل بتقرب ناحية الاوضة، صوت العياط بيزيد. فجأة تحولت الاصوات لصوت همهمات كأنها بتدندن موسيقى وهي بتتمشى في طرقات الدور ده. لما حسيت ان الاصوات بتقرب مني قلت اقفل الفلاش بتاع الموبايل، وفعلا استحملت عز العتمة
باعتقاد مني إنها كده مش هتاخد بالها. قلبي كان بيدق بشكل مش طبيعي، عقلي بياخد وبيدي في القرار الغبي اللي أنا خدته إني أستكشف أوضة البنات. الصوت بدأ يبعد، حسيت إنها فرصتي. فتحت الباب بالراحة قوي عشان ما تسمعش التزييقة، نجحت وعرفت أعدي بالجنب. خدت كام خطوة برا الأوضة ورايح ناحية السلم عشان أنزل لصحابي تاني. ما بقاش فارق معايا فادي يقول إيه، يقول عليا جبان ولا يعمل اللي هو عايزه. ما بقتش مهتم، عايز أهرب وخلاص. فجأة حصلت حاجة مرعبة جدا. فجأة بدأت أسمع صوت ضحك، كانت أصعب ثانية عدت عليا في حياتي. وأنا بلف راسي عشان أبص ناحية مصدر الضحك اللي أنا سامعه جاي من ورايا. كان ليا حق أترعب. لما بصيت ورايا لقيت واحدة واقفة على باب أوضة التلات بنات، عينها مفتوحة على آخرها، وشها ولبسها كله دم، وعلى وشها ابتسامة مخيفة مالية وشها لدرجة إن أسنانها كلها باينة. أسنانها مقفولة بس في صوت ضحك جاي من ناحيتها برضو. ما قدرتش أستحمل، كان لازم ألف وأجري بكل قوتي. وفعلا جريت ناحية السلم، وفجأة بدأت أسمع صوت جري جاي من ورايا. شبح المشرفة كان بيلحقني. ما خدتش بالي، وقرب السلم بشوية اتكعبلت في حاجة كانت على الأرض. وقعت على الأرض، وساعتها لفيت بسرعة عشان أشوف المشرفة. لقيتها بكل سرعتها بتجري عليا وهي بتضحك. دي آخر حاجة كنت فاكرها ساعتها، إحساس إني خلاص هموت. وبعدها بشوية فتحت عيني على صوت فادي وربيع واتنين تانين من زمايلنا وهم بيفوقوني. شكلي أغمى عليا. فادي قال لي إيه يا ابني، أنت تأخرت أكتر من ساعتين، قلقتنا عليك، قلنا إنها طلعت لك والعياذ بالله. قلت لهم يلا ننزل بسرعة، يلا ننزل بسرعة بس وأنا هحكي لكم كل حاجة. ولما نزلنا وحكيت لهم ما كانوش مصدقيني، وكانوا فاكريني بعمل نمر عليهم عشان أبان جامد وأكد قصة ربيع. الحمد لله أنا خلصت دراستي على خير دلوقتي، وأهم حاجة طول المدة دي إني ما طلعتش تاني للدور المسكون ده. القصة التانية، اسمي مريم، وساعة الأحداث اللي حصلت دي كنت لسه في أولى علوم. أهلي عايشين في السعودية، وطبعا عشان أنا رجعت مصر أكمل دراستي حجزولي في سكن طالبات ملحق للجامعة بتاعتي. وبصراحة أنا كنت مشجعة الفكرة عشان أكون جنب الجامعة ومش هاخد وقت في الانتقالات، وده هيساعدني أكتر أركز في محاضراتي ومذاكرتي من غير ما أعمل حساب لوقت المواصلات. على الرغم إن عمي كان عرض على بابا إني أسكن معاهم في البيت، وكده كده عمي ده ما عندهوش إلا بنات بس. المهم قبل أول يوم ليا في الجامعة أهلي وصلوني للمدينة الجامعية عشان أحط حاجتي وأجهز نفسي واستقر وأستعد لأول يوم جامعي ليا بكرة. ولأن طيارتهم كانت في نفس اليوم الصبح اطمنوا عليا إني دخلت أوضتي ومشيوا. وبعدها بكام ساعة لقيت بنت داخلة الأوضة وبتسلم عليا وبتقولي أهلا أنا رنا زميلتك في الأوضة. رحبت بيها، أهلا بيك يا رنا أنا مريم. الليلة الأولى عدت عادي جدا، رنا كانت لزقالي شوية بس قشطة، كده كده احنا ساكنين في نفس الأوضة فما حطتش في بالي خالص. اليوم اللي بعده صحيت بدري قبل ميعاد الجامعة، وكنت بعمل حاجة على اللاب بتاعي، شوية أبحاث على مواضيع من اللي الدكاترة اتكلموا عليها في المحاضرات في اليوم الأول. وجي ميعاد الجامعة فشلت اللاب بتاعي تحت المخدة ولبست واستعديت ونزلت للمحاضرات اللي عليا يومها. اليوم ده لما رجعت لقيت باب أوضتنا مفتوح ورانا مش جوه الأوضة. استغربت قوي لأن ما ينفعش تسيب الباب مفتوح وإحنا حاجاتنا جواها. فلما لقيتها داخلة سلمت عليا، وبعدها قلت لها يا رنا ما ينفعش تسيب الباب مفتوح لأي حد، افرضي حد دخل وسرق حاجة. اعتذرت لي وكملنا يومنا عادي. على الليل كده قلت افتح اللاب عشان أكمل الأبحاث بتاعتي، وفعلا فتحت اللاب بس حسيت ان في حاجات مفتوحة انا ما كنتش فتحها قبل ما اروح الجامعة،
يعني مثلا لقيت ان الايميل كان مفتوح وانا ما فتحتش الميل خالص الصبح. استغربت شوية بس ما حطتش في بالي. رنا كانت غريبة، كانت مركزة معايا بشكل مريب جدا. ساعات كنت بصحى بالليل ألاقيها صاحية وما بتعملش أي حاجة، قاعدة على الكرسي بتاعها ووشها للأوضة كأنها بتراقب الأوضة أو بتراقبني أنا. كل يوم عن اليوم اللي قبله إحساس عدم الراحة ناحية رنا كان بيزيد أكتر وأكتر. اليوم اللي بعده الصبح كنت بغسل وشي في الحمام ولقيت زميلتي في الأوضة اللي جنبنا واللي كان اسمها هديل بتقولي: مريم، هو احنا ضايقناكي في حاجة؟ قلت لها: لا أبدا يا هديل، انتوا لزاز جدا انت وفادية وهاديين جدا ومش بحس بإزعاج جاي من أوضتكم خالص. بصت لي بعدها وهي متضايقة مني ومشيت. رجعت الأوضة تاني وحكيت لرنا على الموقف الغريب اللي حصل ده. قالت لي: ولا يهمك، فكك منها، دي مش لطيفة ومؤذية ومحدش بيحبها أصلا. برضو استغربت موقف رنا لأن هديل فعلا من البنات المحترمين جدا في المدينة الجامعية بتاعتنا. عدى على الموقف ده كام شهر واستمرت رنا في الحاجات الغريبة اللي بتعملها، صحيانها الفجر وقعدتها من غير أي حركة على الكرسي أو حتى في سريرها. في ليلة من الليالي صحيت من النوم فجأة في عز الليل بس ما اتحركتش من مكاني. مجرد فتحت عيني حسيت بصوت تكتكة جاي من ناحية رنا، صوت شبه صوت الكيبورد، وفي نور خافت جاي من ناحية سريرها. لقيتها فاتحة اللاب بتاعي وعينها ثانية على اللاب وثانية عليا، عارفة انها بتعمل حاجة غلط. اليوم ده كنت سايبة اللاب بتاعي على المكتب ونمت. حركت عيني ناحيتها بس مفتحها نص عين عشان ما تاخدش بالها اني صحيت. بتهبب ايه في اللاب بتاعي دي؟ ما كنتش عايزة ابين لها اني صحيت بس حبيت اجرب اعمل نفسي بتقلب. واول ما بدأت اتحرك لقيتها بسرعة قفلت اللاب وحطته تحت بطانيتها وعملت نفسها بتبص ناحية الشباك وسرحانة زي ما بشوفها بتعمل كل يوم. احساسي كان في محله، لزقتها فيا المبالغ فيها دي مش خير ولا طبيعية. ما جاليش نوم الليلة دي، وكويس انها كانت ليلة سبت لاني ما كنتش هعرف اركز في اي محاضرة وانا مطبقة بالشكل ده. المهم فضلت متثبتة نص ساعة تقريبا مش بتتحرك، ولما اطمنت اني نايمة فتحت اللاب تاني وكملت تكتكة. صوت الكيبورد كان باين قوي. بتكتب ايه؟ قرب الفجر كده قامت بكل خفة وببطء وبتتحرك وهي ماسكة اللاب وعينها متركزة عليا، وحطت اللاب على مكتبي تاني ورجعت بنفس الخفة وبالراحة لسريرها. نامت وهي وشها ناحيتي برضو. ما كنتش عارفة أمسك خوفي، حمدت ربنا إنها ما خدتش بالها إني صحية. نور اللاب خلاها ما تشوفش ملامحي كويس. لما الصبح جه قمت ورحت فتحت اللاب بتاعي عشان أشوف هي كانت بتعمل إيه. فتحت الفيسبوك والواتس وكل البرامج عشان أشوف هي كانت بتبص في إيه، بس ما فيش أي حاجة خالص، مش لاقية أي حاجة متغيرة عن اللي أنا كنت سايباه بالليل. بعدها فتحت الإيميل وفي الرسائل المرسلة لقيت اللي ما كنتش أتخيله أبدا. لقيت رنا بعت البنات كتير من اللي معانا في السكن رسائل على لساني أنا كأني أنا اللي بعتها. بعت لزميلتنا اللي اسمها هديل: ابعدي عني واوعي تكلميني تاني، انت إنسانة وحشة قوي والكل بيتكلم على أخلاقك الوحشة. اتصدمت، بدأت أدمع ومسكت نفسي بالعافية. نفس الرسالة مبعوتة لبنات كتير في السكن، وفي بنت لقيتها بعتلها: ريم انت قليلة الأدب وأنا هفضحك، هقول لأهلك على اللي بتعمليه من وراهم، وانت عارفة أهلك ناس محافظة وهيعلقوك لو عرفوا انك مصاحبة. ما قدرتش أمسك نفسي، كان لازم أروح لريم وأقول لها إن مش أنا اللي بعت الإيميل ده. خدت اللاب معايا وبسرعة طلعت برا الأوضة ورحت الريم. فضلت أخبط على الباب كتير وبعد مدة لقيت زميلتها في الأوضة اللي اسمها تسنيم
فتحت لي الباب وبتقول لي عايزة ايه اكتر من اللي عملتيه فيها. ما كنتش عارفة اتكلم، قلت لها انا ما عملتش حاجة، مش انا اللي كنت ببعت الرسائل دي. والله ريم دي من احلى واطيب البنات اللي قابلتهم في حياتي. تسنيم بصت لي من فوق لتحت وقالت لي رسائلك خلت ريم تحول من الجامعة. حلفت لها ان مش انا اللي ببعت الرسائل دي، وقلت لها عشان تتأكد تيجي معايا لنظرة السكن، وبعد محايلة طويلة رضيت انها تيجي معايا. وانا طول الطريق لأوضة النظرة وانا بعيط وهي شايفة حالتي، قلت لها رنا اللي معايا في الأوضة هي اللي عملت كل ده، انا بريئة يا تسنيم والله. ولما وصلنا للنظرة وحكت لها كل حاجة رنا عملتها، خدت مني اللاب عشان تحقق في الموضوع وتعمل مجلس تأديبي لرنا، بس قالت لي اصبري اصبري يا بنتي يومين معاها في الأوضة لحد ما المجلس يطلع قرار رسمي بفصلها. قلت لها ينفع بس أقعد مع تسنيم؟ أنا عايز أقعد مع تسنيم اليومين دول لو سمحتي، أنا مش مطمنة على نفسي مع واحدة مجنونة وبالشر ده، لو سمحتي برجوكي توافقي. بعد شوية تفكير النظرة وافقت فعلا على طلبي، وساعتها حسيت إن تسنيم بدأت تصدقني. كان لازم بعدها أروح أوضتي أجيب لبسي يكفيني اليومين دول. جمعت أعصابي عشان ما اتخانقش معاها ودخلت الأوضة، لقيتها مستنياني. قالت لي إيه يا مريم كنت فين كل ده؟ مش عادتك يعني تختفي ساعة عن الأوضة في يوم أجازتك؟ قلت لها لا أبدا، أنا كنت بتمشى حوالين السكن بس، كنت حاسة أني محتاجة هوا مش أكتر يعني. وأخدت لبسي في كيس أسود عشان ما تفهمش حاجة، وأنا طالعة قلت لها عن إذنك هروح أرمي بس الزبالة دي وأرجع تاني. وخرجت من الأوضة وهي بصالي بكل تركيز، قفلت الباب وخدتها هرولة لأوضة تسنيم بسرعة. على الليل كده فضلت ترن عليا كتير قوي، رنت عليا يجي 25 مرة مثلا، مهووسة ومريبة. ما كنتش عايزة أرد عليها خالص وسبت الموبايل على الشاحن ورجعت أنام، بس نومي ما طولش كتير. صحيت قرب الفجر كده على صوت تخبيط غريب، حسيت انه جاي من ناحية الشباك. احنا كنا في الدور الارضي ساعتها، التخبيط استمر لاكتر من 10 دقايق تقريبا، معرفتش انام وصحيت. قمت ورحت ناحية الشباك ابص على مصدر الصوت، بس لما بصيت ما لقيتش اي حاجة قدامي. رجعت للسرير تاني على امل اني اروح في النوم، بس برضو مفيش 5 دقايق والتكة الغريبة رجعت تاني وجاية من ناحية الشباك برضو. بس المرة دي بدأت أحس الصوت ده عبارة عن إيه، ده كان صوت زلط صغير بيتحدف. قلبي بدأ يدق وبدأت أحس بخوف بيتملكني وبيزيد كل شوية. فجأة وفي عز الضلمة موبايلي نور برسالة بعتتلي، قمت أشوف الموبايل لقيت رسالة من رنا مكتوب فيها انت ازاي تسمحي لنفسك تباتي في اوضه تسنيم، انت ما تعرفيش انها وحشه ومش محترمه. قربت من الشباك وكان في احساس جوايا عايزه اتاكد منه، وطيت اضاءه موبايلي ولزقت في الشباك وبعت الرنا رساله واحده بس مكتوب فيها اهو انت. وفجاه سمعت رنه رسالتي بتوصل لرنا، الصوت جاي من ورا الشباك من تحت شوية. رنا كانت موطية ومستخبية تحت الشباك من برة، كنت متأكدة. لما موبايلها رن عرفت اني اكتشفت مكانها، قامت وبصت لي ووشها كله غضب ملهوش تبرير وبدأت ترمي طوب ناحية الشباك عشان تكسره. تسنيم صحيت وقالت لي خليكي انا هروح اندهلها الامن، وفعلا خرجت من الأوضة وراحت ناحية الامن. وفجأة لقيت رنا سابت الشباك وجريت ودخلت من الباب الجانبي للسكن عشان تلحق تسنيم قبل ما توصل للأمن. حسيت إني لازم أروح أنا كمان ورا تسنيم عشان لو رنا وصلت لها وحاولت تأذيها. جريت ولقيت رنا قربت من تسنيم وفي إيدها مقص، فعلا كانت ناوية على شر وناوية تأذيها. جريت بسرعة وراها ولحقتها ونطيت ومسكت فيها
ووقعنا أنا وهي على الأرض. لفت لي وشها كله غضب وقالت: أنت صاحبتي أنا بس، مش هسمح لك تنقلي وتعيشي معاها. وقبل ما تنزل بالمقص عليا، الأمن جالنا جري ومسك إيدها ولحقني وكتفوها، وهي زي المجنونة عايزة تأذي أي حد في سكتها. الحمد لله إنها ما عرفتش تأذي حد، والنظرة بعد الموقف ده ما احتاجتش تستنى يوم كمان عشان تاخد قرار فصلها، بالذات إن بقى معاها دليل بكاميرات المراقبة إنها حاولت تأذينا بالمقص. رنا كانت وحيدة وكان عندها مشاكل دفينة في عيلتها. إحساسها إنها ما صدقت لقت صديقة خلاها مستعدة تعمل أي حاجة عشان تبقى صديقتي الوحيدة. ومن بعدها وأنا ماشية بقاعدة حرص ولا تخون، الناس ممكن ما يبانش عليها الشر، بس ممكن يكونوا بيحضروا لك الشر في كل خطوة بتخطوها. وفي الأول وفي الآخر العالم ما بقاش فيه أمان أصلا. الحمد لله بعدها نقلت رسمي مع تسنيم، وكتبوا خبر رسمي على جروب السكن الجامعي قالوا فيه إن أي حد جاله إيميل من مريم دي مش أنا، وإني بريئة وبحب كل زميلاتي في السكن معايا. علاقتي بكل البنات بعدها رجعت اتحسنت تاني، وخلاص أهو بقيلي سنة وأتخرج الحمد لله. القصة التالتة. أنا كريم وعايش في السكن الجامعي المخصص للطلبة المغتربين. الجامعة بتاعتنا جامعة خاصة وفيها جنسيات كتيرة قوي مش بس مصريين. زميلي في السكن اسمه فيصل وهو كويتي. القصة اللي هحكيها لكم دي مش بتفارق أفكارنا لحد دلوقتي، حتى بعد ما تخرجنا ولسه بتطاردنا ذكراها في كوابيسنا. أنا وفيصل متعودين إننا نقضيها لعب بالليل بالبلاي ستيشن كل يوم تقريبا، بالذات في أيام الأجازة. وفي يوم كنا سهرانين على اللعب ومش حاسين بنفسنا، فيصل قال لي: كريم ايش رأيك اليوم نظبط سهرة للصبح نلعب فيها فيفا وما نعطي أي شيء أي اهتمام، نترك التلفونات ونجابل اللعب للصبح؟ قلت له: حلو قوي، انت عارف انا مستعد ما اقومش من مكاني. وفعلا حطينا موبايلاتنا على جنب وبدأنا نلعب. واحنا قاعدين نلعب كل شوية كنا بنسمع أصوات غريبة جاية من بره أوضتنا، أصوات عاملة زي ما تكون أصوات تكسير وتخبيط. بصيت له وقلت له: أنت سامع الأصوات دي؟ قال لي: إيه سامع، بس ما لنا شغل، يمكن قاعدين ينظفون غرفهم، تدري باتشر عطلة، ويمكن يبون يستغلون إن ما عندهم شيء وقرروا ينظفون غرفهم. لا تحط ببالك وركز ولا تقط حجج وأعذار على خسارتك باللعب. قلت له: عندك حق. وعشان تكونوا عارفين، أنا وفيصل أوضتنا هي آخر أوضة في آخر الطرقة في الدور الأول. مفيش شوية وموبايلاتنا بدأت ترن كتير، وبرضو بنبصلها ومش عايزين نقوم نجيبها ولا نشوف مين بيتصل أصلا. الموضوع ده استمر يجي ساعة كاملة مثلا. أنا وفيصل حماسنا مع الوقت بدأ يقل، بقينا بنلعب بس تركزنا على الموبايلات والأصوات اللي مش بتقل، تكسير وتخبيط. الأصوات حسيناها كل مدى بتزيد. فيصل وقف اللعب وقال لي: بديت أحس إن في سالفة وراها الاتصالات، إيش رأيك نشوف بس منو اللي قاعد يتصل علينا؟ اللي شاغل بالي إن مستحيل تكون صدفة إن تلفوناتنا إحنا الاثنين مشغولة بهالشكل. مسكنا موبايلاتنا ولقينا الاتصالات جاية من زمايلنا في السكن، قلقنا أكتر. اتصلت بواحد منهم، رد عليا: ألو كريم، انتوا فين؟ احنا بنرن عليكم بقالنا شوية، سيبوا اللي في ايدكم واجروا بسرعة، في عصابة دخلت على السكن وبيسرقوا الأوض بالإكراه، حاولوا تمشوا بسرعة، هم خلصوا الدور الأرضي وطالعين للدور بتاعكم. قلت له: أظن إنهم قربوا مننا، احنا بقالنا شوية سامعين تكسير بره الأوضة ولحد دلوقتي لسه التكسير مستمر. قفلت معاه وبصينا أنا وفيصل لبعض بنظرات خوف ورعب على حياتنا. فيصل جري بسرعة وقفل النور، ومفيش دقيقة وفجأة باب الأوضة بدأ يترزع جامد.
وسمعنا حد بيقول من ورا الباب: اطلعوا من الاوضه، افتحوا الباب. ازاي السكن بيتسرق من عصابه؟ اكيد عارفين انه سكن جامعه خاصه ومتوقعين انهم هيلاقوا كنوز مع الطلبه، بس ازاي عدوا من الامن؟ شويه وحسينا انهم جابوا حاجه يطفشوا بيها الباب وبداوا يخبطوا على الباب. ما كانش قدامنا الا اننا ننط من الشباك. احساس الخوف تملكنا لما فتحنا الشباك، بصينا للارض وكنا خايفين ننط لحسن يحصل لنا حاجه، بس التخبيط ورانا بيزيد واحنا مش عارفين نعمل ايه. شويه والباب اتكسر ودخلوا ناس ملثمين لابسين اسود. ما كانش قدامنا الا اننا ننط بسرعه، وفعلا نطينا في نفس الوقت واحنا سامعين ورانا اصوات ناس بتزعق وبيقولوا: هنضرب عليكم نار. النطه تقريبا كسرت لنا رجلينا، احساس بالوجع واحنا مرميين على الارض ومش عارفين نقوم، باصين للحراميه اللي باصين علينا، بس الحمد لله ما اذوناش. انشغلوا بصوت عربيات البوليس وهي بتقرب من السكن. حاولوا يهربوا من البوابة الخلفية للسكن، بس الشرطة كانت محاوطة المكان، وزي ما كانت فكرتهم غبية انهم ينهبوا سكن طلبة، زي ما الطريقة اللي هربوا بيها كانت اغبى، اتقبض عليهم. وللأسف بعد التحقيقات اكتشفوا ان اللي سهل لهم دخولهم هم امن السكن الجامعي نفسهم. انا وفيصل اتعالجنا بعدها والحمد لله انه مطلعش كسر، ومفيش ولا واحد من الطلبة اتأذى في المحاولة دي. ومن ساعتها واحنا بنلعب فيفا بس واحنا مركزين في موبايلاتنا. خلصت قصص النهاردة. اكتبولي في التعليقات ايه اكتر قصة عجبتكم من التلاتة، واتمنى تشتركوا في القناة. السبسكرايب بيساعد ان القناة تنتشر بشكل كبير جدا، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير. ولو حابين يوصل لكم جديد القناة أول بأول فعلوا زر الجرس. استنوا التصويت الأسبوعي للحلقة الجاية. كانت معاكم سلسلة قصص رعب حقيقية، وأنا وسام محمد، والسلام عليكم.